كل اللوم بعد المباراه بتاعت موزمبيق كان كل اللوم على روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، اللي الحقيقه الراجل يعني لغايه البطوله ماشي بمسيره كويسه جدا وارقامه مع المنتخب كويسه، وواحد عنده حماسه انه يعمل حاجه للكره المصريه، انتقاداته للكره المصريه دايما في محلها وراغب في التطوير. عنده اخطاء كانت واضحه جدا امبارح في التشكيل وفي المهام في الملعب وفي التعامل مع المباراه وافكاره في اداره المباراه والتغييرات، يعني حتى وانت بتشتكي من تاثير الرطوبه الشديد برضه التغييرات متاخره، في حين ان انت عندك فرصه هو دي بقى ان انت تستبدل 5 لعيبه، طب غير 4 في توقيت بدري علشان تحافظ على المعدل البدني وحاله اللعيبه. 5 من 10 سيبك من حارس المرمى. خمسه يعني نص الفرقه. بتشوف مين اللي بيجري سيبه. استاذ ابراهيم انت في 2 ولا 3 دخل فيه جولين. لكن لو ترجع للماتشات الاخيره لا شكل المنتخب كان بيكسب وبيتعرض باستمرار لخطوره. دايما كنا بنشوف الفرق اللي قدامنا اقوى بدنيا اسرع مننا حتى في الماتشات اللي على ارضنا. كان طول عمره المنتخب عنده نص ملعب قوي. في حاجه تخص الـ 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 الباور، القوه اللي داخل الملعب. والباور جزء منه معدلات الجري مش بس القوه البدنيه. والكور مشترك، ما انت من غير قوه هتاخد تضغط ازاي وتستخلص كور ازاي؟ لما تبقى اللي قدامك مهما كان ضعيف عنك فنيا لو التحم معاك الالتحام لصالحه هتبقى الماتش عشوائي على طول كده. لكن اللي هو لو الالتحامات لصالحنا هنبتدي نمسك كوره وننقل وبتاع ونضغط ونحقق الغرض من التكتيك بتاعنا. لازم نعالج الظاهره دي، نشوف الباور بتاعنا ماله. طيب ما نشوف بقى مستر فيتوريا اللي المفروض يعالج الامور دي رايه ايه في اللي حصل. كان يمكن ان ننهي لم نستطيع ان نقوم بذلك الاسلوب، وبعد ذلك حاولنا ان نعيد ان نحل المشكله، وكانت لدينا 5 دقائق لعدم التركيز وانهينا المباراه، ونرى اننا يعني فقدنا يعني تقدمنا في هذه المباراه بتعادل 2-2، ولكن لا يمكن ان نوقف يعني سعادتنا وان كل هذا يعني من ضمن المباراه. وكنت اشرت بان فريق مبارك جيد وسريع ولديهم اساليب تتقدم بشكل جيد، واخيرا فازوا. كان صعبا لنا ان نعيد المباراه، ولكننا لدينا مباريات اثنتين اخرى. نقول اننا لسنا الافضل واننا لسنا يعني اسوأ فريق. كل مباراة لديها تاريخها، يجب علينا أن نكون جادين في جميع فترات المباراة. لم نكن يعني جادين، وهذا تعتبر من المباراة خلال 90 دقائق أن يصعب أن تكون مركزا. هناك يعني فقدان التركيز، وحقيقة كان صعب أن نعيد هذه الصعوبة لأن الفريق الذي يلعب ضدنا تقدم علينا، وكان صعب علينا أن نتجاوز هذا الحد، وأنه أعتقد أنه افتقدنا الجدية والتركيز، وعليه هذا الذي لم يسمح لنا بوجود فريق يعني جاد جدا. فيما يخص المباراة القادمة سنستعد بشكل جيد للمباراة القادمة. يعني هو يعني أشار ان احنا فقدنا التركيز خلال دقائق دخل فينا جولين، ولكن رجعنا. ربنا أراد ان احنا نرجع، وكانت عودة صعبة. ما نقدرش ننسى اللحظات دي، وانا مش عايزه ينسوه. لكن المترجم قطعا فهم الكلام بتاعه، هو يتحدث عن هذه المباراه. ما يقدرش يقول لسنا افضل فريق ولكن احنا مش اقل فريق. يعني ايه يعني؟ يعني انت عايز تقول لنا ايه؟
لو قالها بالنسبه للمجموعه يبقى كلام ما انا مش قابله. هو مش للمجموعه، هو كلام فيتوريا قبل البطوله ما تبدا انه الخريطه اتغيرت. اتغيرت شيء، والفرق اللي كانت صغيره كبرت وعندها محترفين بره، كلنا متفقين. لكن ما اقدرش في هذه اللحظه اكلم الجمهور المصري اقول له احنا مش افضل فرقه. احنا مش اقل فرقه، لكن امال انت مين؟ رايحين نعمل ايه؟ حتى لو انت يعني حظوظك قليله لكن ثقتك وربما كان على الماتش نفسه ان احنا ما كناش احسن، لازم يكون على الماتش. لازم احنا ما كناش احسن من المزمبيق، بس مش اقل منهم. بس لا طبعا مش اقل منهم، لان الارقام لصالحنا. لكن هم استغلوا فرص واحنا وانت ما استغلتش. استغلينا مش بالقدر الكافي ودخل فينا جولين. خلينا بقى نتكلم في اللي جاي. اللي جاي مخيف. مخيف طبعا. ما انت يا تكسب يا تتعادل يا تخسر. خسرت مع السلامه. لا مش مع السلامه بنسبه 90% يا استاذ ابراهيم. هنقعد انت لو عندك مصيرك بقى في ايد ناس ثانيه. انت لو عندك اربع نقط تدخل تاني، تدخل في الملحق تالت. يعني بس برضو مع السلامه. طب ما في ناس ثانيه ممكن تخش بخمس فرق تاني تالت. ممكن في مجاميع هتلاقيها كده. حتى غانا، حتى انت غانا. هنا لو خمس فرق ممكن تخش تالت. الاحتمالات مفتوحه، ودي خطوره الموقف. انت لو كسبت ان شاء الله الماتشين يبقى صعدت اول. يا عم لو كسبت الماتشين بقى عندك صعدت اول. ما عندكش مشكله. انت لو كسبت الماتشين والماتشين اصعب من بعض. لان الراس الاخضر اظهر انه يعني اسمه الراس الاخضر اظهر انه فرقه يعني لا مش سهله. فما تقوليش. وهو ممكن يكسب موزمبيق فيفنش معاك وهو ضامن صعد. المنطق بقى بعد الفرجه على الفرق كلها ان موزمبيق هتخسر من غانا وهتخسر من الراس الاخضر. اشتغل على كده.